توصيات ومقترحات هامة توصل لها المؤتمر الاقتصادي خلال أيامه ثلاثة. ففيما يخص محور السياسات المالية والنقدية، العمل على استمرار خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي وإطالة أجل السداد، والاستمرار في تحقيق فائض أولي لتعزيز قدرة الدولة على سداد التزاماتها. تم التوجيه بتشكيل لجنة فنية بالتنسيق مع الوزارات المختلفة عشان ندرس كل هذه المقترحات ونصيغ منها خطط تنفيذية للاقتصاد المصري في خلال الفترة القادمة. سرعة الوصول لاتفاق مع صندوق النقد الدولي وكذا أهمية مرونة السعر كأداة لامتصاص الصدمات الخارجية. سرعة الوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، أهمية مرونة سعر الصرف ليعكس ديناميكيات السوق من العرض والطلب كأداة لامتصاص الصدمات الخارجية. إصدار مؤشر للجنيه المصري مقوماً لبعض العملات لأهم الشركاء التجاريين من والذهب. وفي إطار محور تعزيز مشاركة القطاع الخاص، شملت التوصيات توسيع قاعدة الملكية بالتركيز على التخارج من خلال تبني الطرح بالبورصة كأولوية، يليها زيادة رأس المال وكذا تعزيز دور صندوق مصر السيادي. تأكيد حرص الحكومة على نهج الشراكة الفعال مع القطاع الخاص، وهو مع عكسته بالفعل مداخلات مجتمع الأعمال في سياق الجلسة الخاصة بوثيقة سياسة الملكية، والتي أشارت إلى أن هذا النهج من قبل الحكومة قد رفع سقف التوقعات بالنسبة للقطاع الخاص. فيما يتعلق بمحور القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، تضمنت التوصيات إصلاح منظومة التعاونيات والاتحادات المرتبطة بالنشاط الزراعي من خلال إصلاح هيكلي ومؤسسي ومالي وإداري. شملت التوصيات محور القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية بتسهيل الحصول على قروض تمويل للمشروعات الصحية، خاصة في المجتمعات الجديدة، بقروض ميسرة وفائدة مميزة. بالنسبة لمحور القطاعات الاقتصادية أيضاً، دراسة إدخال تعديلات على عقود توصيل التيار الكهربائي للمصانع بحيث تصبح قابلة للتمويل البنكي، تطوير قطاع الصناعة بسرعة الانتهاء من الرؤية المتكاملة لاستراتيجية الصناعة الوطنية واستهداف بعض الصناعات المهمة وتعميق التصنيع المحلي. قطاع الصناعة، أولاً سرعة الانتهاء من الرؤية المتكاملة لاستراتيجية الصناعة الوطنية واستهداف بعض الصناعات المهمة وتعميق التصنيع المحلي، خاصة في الصناعات الهندسية والكيماوية والنسيجية والغذائية. تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي. من مصر، محمد عبد العال.